ست، حيوية دائمة في خيمة تقديم البيرة البافارية التقليدية. هذه المرأة تسعى إلى كبح جماح زوار مهرجان أكتوبر. بداية أريد أن أعبر عن فرحتي، ولا شيء يسرني مثل انطلاق مهرجان أكتوبر من جهة، ومن جهة أخرى أخشى ما أخشاه أن لا تسير الأمور كما هو مطلوب. فكلما امتلأت الخيمة بالزوار أكثر إلا وارتفعت وتيرة الإجهاد، وإذا أغلقت الخيمة بسبب كثرة الزوار يزداد الإجهاد أكثر. لكن مثل هذه الحالات المجهدة صارت جزءاً من الحياة اليومية لشتيفاني شبيندلا، التي تقوم بعملها منذ 14 عاماً في المهرجان. تطورت كفاءاتي في العمل تدريجياً وتعودت على تحمل المسؤولية وإدارة الخيمة. شتيفاني شبيندلا هي ابنة فيرجل هاجن، وهو الأقدم حالياً بين مالكي الخيم، وقد اشترى خيمته عام 79 من مالكها السابق، واليوم يتابع الشؤون الإدارية فقط. أما الشؤون التنظيمية فقد تركها لابنته وهو سعيد بذلك. هي ملمة ولطيفة وكفأة. هذا كرم منك، هل يمكن أن تعيد ما قلته؟ يبدأ عمل أصحاب الخيام قبل بدء المهرجان بتسعة أشهر. جل الطاولات يحجز للعشاء. أين نجلس الزبائن؟ في الواقع يجلس كل حيث اعتاد، وهذا هو الجميل في مهرجان أكتوبر. تهتم شتيفاني شبيندلا شخصياً بالزبائن الدائمين الذين يأخذون الحيز الأهم في الخيمة. العائلات ترث أماكنها وطاولاتها من جيل لآخر. وهذا جزء من أسطورة المهرجان، إنه شعبي وضخم لكنه عائلي وشخصي في آن واحد. لكن بين الزبائن الدائمين لدى شتيفاني شبيندلا مكان لزبائن من نوع خاص أيضا. ذات مرة كان ألبير أمير موناكو هنا، فاهتممت بأن يكون سموه مرتاحا، ثم عدت لعملي وإذا به يقف على الطاولة ويرقص وهو يعتمر قبعة هزلية، فقلت لنفسي إنه إنسان مثله مثل باقي البشر. تتباحث المديرة مع عاملاتها بما يجب مراعاته عند خدمة الزبائن، وتشكل مع فريقها الذي يتكون من 270 عضوا فريقا متجانسا. المرأة مرأة مهما قيل، نحن هنا تجمع نسائي كبير. لكن المديرة لا ترأس النساء فقط في الخيمة، بل تعطي أوامرها إلى قائد الأوركسترا النحاسية أيضا. لدينا مخطط دقيق، لكننا نحن الاثنين لم نعد بحاجة للخوض كثيرا فيه. نفهم بعضنا بالوامي. قبل الظهر نكون هادئين، ما بعد الظهر فحدث لا حرج. تعزف الفرقة على الأقل مرة في اليوم إميزين غريس، وهي أغنية المديرة المفضلة. وفي هذه اللحظة تفكر شتيفاني شبيندلا بما سيكون الوضع عليه بعد انتهاء المهرجان. سأكون من ناحية سعيدة بالعودة إلى حياة عادية نسبيا، وبالقدرة على الاختلاء بنفسي لبضع دقائق، ولكني سأعاني من فراغي ما بعد المهرجان عند انتهاء الصخب. لكنها تنشغل بالعمل مجددا، فلديها 8000 زبون يحتفلون في الوقت ذاته هنا.